السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات أولى ثانوي، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. طب يا دوب النهاردة إن شاء الله بنحل يا مستر في ليسون 1 يونت 3، درس طبعا ميكستشر، ده درس لذيذ جدا سهل جدا. خلاص نبتدي إن شاء الله نحله، بس قبل ما نحله طبعا أنا عارف في حد منكم دلوقتي لسان حاله بيقول لي يا مستر طب والأسئلة بتاعت الكويزز اللي على الإكزام موديل اللي على يونت 2 والأسئلة بتاعت المحافظات والكلام ده، هحلها لك إن شاء الله، هحلها لك بس بعد ما نحل ده. خلاص متفقين؟ لان انا مع زمايلكم طبعا على الزوم، انا واصل معاهم خلصنا الدرس ده، فلازم نحل معاهم ده. بعد كده ان شاء الله هننزل الحل الاسئله اللي على اليونت واللي على اللي هي المحافظات اللي كانت موجوده. خلاص طيب يلا نقول بسم الله، بسم الله، ونبدا كده نشوف الاسئله عندنا بتقول ايه. اول سؤال بيقول لك الميكتشر اللي هو من الكوبالت 2 كلورايد ان الووتر از ايه؟ اولا الكوبالت 2 كلورايد زيه زي الصوديوم كلورايد بالظبط، يعني الفيزيكال ستيت بتاعته اي كيو، ومعنى ان هي اي كيو يعني اول ما هينزل الميه هيكون سوليوشن يا مستر. يبقى هيكون لي ايه بقى؟ هيكون لي سوليوشن. يبقى ده عباره عن هيتروجينس؟ لا طبعا سوليوشن، اه طبعا هو سوليوشن. طب سسبنشن؟ لا السسبنشن يا دكتور دي المعلقات. خلاص وقلنا دي اللي بقدر اعمل لها ديستنجويش باي ايه؟ باي نيكد اي. يعني ايه؟ يعني دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تميزها بعينك، انما السوليوشن لا بالنيكد اي ولا حتى بالمايكروسكوب. طب الكولويدال بالنيكد اي؟ لا بس بالمايكروسكوب اقدر اميزها. فهمت اللعبه؟ هو ده الفرق طبعا ايه ما بين الثلاثه يا دكتور. حلو قوي. طبعا كولويدال سسبنشن، الاثنين هيتروجينس، فخد بالك بقى، بص بص التركه بقى، هيتروجينس معناه سسبنشن معناه كولويدال، يبقى الثلاثه غلط، يبقى ما فيش غير ده. واضح؟ واضح. يلا اللي بعده بيقول لك what is the mixture whose components can be distinguished by the naked eye. اه هيكون مين يا مستر؟ هتقول لي السس سسبنشن، يبقى سسبنشن. خلاص مين بقى يا مستر سسبنشن؟ اقول لك تعالى، هل الصوديوم كلورايد في الووتر يكون سسبنشن؟ لا يا مستر، امال ده ايه؟ ده سوليوشن، يبقى ده اقدر اميزه بعيني ولا حتى بالمايكروسكوب. طيب الاويل ان الووتر، اه اويل في ميه انا اقدر اشوفه بعيني جدا، الميه تحت والاويل فوق، اذا ده سسبنشن، يبقى هي دي الرايت تشويس، يبقى دي يا دكتور رايت تشويس. طب هل يا مستر البلاد، البلاد يا حبيب قلبي ما تقدرش تشوفه بعينك بس بالمايكروسكوب تقدر، اذا ده يبقى كولويدال سيستم، يبقى ده كولويد، يبقى مش معايا. هير جيل برضه كولويد، يبقى مش ايه؟ مش معايا، يبقى الاثنين دول كولويد سوليوشن، وده عباره عن سسبنشن. يلا اللي بعده بيقول لك البلاد اند الميلك ار اكزامبل اوف ايه؟ ما احنا لسه قايلين بلاد وميلك الاثنين عباره عن كولويدال سيستم. هل ليكويد سوليوشن ولا سوليد سوليوشن ولا كولويدز؟ خلاص دي ايه يا مستر؟ دي كولويدز يا دكتور، مش سوليوشن خالص، اوعى يضحك عليك، مش سوليوشن. تمام؟ لا هو طبعا مش سسبنشن ولا سوليد سوليوشن ولا ليكويد، ايه هو مش سوليوشن اصلا ولا سسبنشن. خلاص يبقى عباره عن ايه يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر عباره عن كولويدز. عظيم جدا. اللي بعده، ها بص بقى، ايسايل جلايكول، يا الاسيلين اسف، الاسيلين جلايكول، ماله يا مستر؟ مش دي الانتي فريزنج سبستانس؟ اه دي عباره عن ليكويد، ليكويد سوليوشن، حصل ولا ما حصلش؟ مش الاسيلين جلايكول ليكويد؟ اه. والووتر ليكويد؟ اه. مين السولفنت؟ ووتر، دي السولفنت، وقلنا السولفنت اللي كميته كبيره والاسيلين جلايكول كميته قليله. وصلت كده؟ لذلك يا دكتور ايه يا مستر؟ هتقول لي ده، ده طبعا كميته كبيره، ده كميته قليله، لذلك ده عباره عن ليكويد ان ليكويد سوليوشن. ايوه هو ده الكلام بالظبط، دي مظبوطه زي الفل. سوليد في ليكويد؟ لا طبعا خلاص، يعني الباقي كله طبعا غلط، لان احنا عارفين ومتاكدين ان ده ليكويد، ليكويد سوليوشن. يلا اللي بعده، which of the following is a mixture. يلا مين في دول ميكستشر؟ يبقى انا هبص على الفيزيكال ستيت يا دكتوره. ان اس ال ليكويد، عارف ده ايه اللي حصل يا حبيبي؟ بص صليت على النبي عليه الصلاه والسلام، انت اصلا الان اس ال ده سوليد، بعمل له هيتنج يعني بعمل له ميلتنج فيتحول للان اس ال ليكويد، عارف يعني عملت له ايه؟ عملت له ميلت، صهرته، اتصهر. هل ده سوليوشن؟ لا. خلاص لذلك ده سوليوشن غلط. مين سوليوشن؟ اه ان اي اي كيو، صح كده، كان سوليد سابستنس، اتضاف في الميه عمل لي سوليوشن، يبقى هو ده الكلام المظبوط، ويعتبر ايه؟ ويعتبر ميكستشر. يعتبر ايه يا مستر؟ ميكس. ما هو الميكستشر عباره عن هوموجينس سوليوشن. هل ده سوليوشن؟ لا دي حاجه واحده. هل ده سوليوشن؟ برضو لا حاجه واحده. هل دي سوليوشن؟ برضو لا حاجه واحده. انما مين اللي ميكس؟ هو ده اللي ميكس. خلاص تمام، لان طالما اي كيو معناه ان ده سولت دايب في ميه، يبقى في حاجتين مع بعض. حلوة قوي. يلا اللي بعده، يلا يا مستر، بيقول لك يا دكتوره الاوبزيت تيبل ده بيوضح لي البرسنتج بتاعت سام اتموسفيريك اير كومبوننت، which of the following choices represent each of the solvent and the solid. يلا انا قلت لك دايما السولفنت يا دكتور اللي البرسنتج بتاعته كتيره، كبيره، كميته كبيره قوي، مين اعلى كميه ده؟ اذا هو ده السولفنت لوحده، لوحده يا معلم. يبقى السولفنت يا مستر، هل الاكسجين والنيتروجين؟ غلط. اكسجين غلط، نيتروجين صح، كربون دايوكسيد غلط. خلاص انا جبت الرايت تشويس، خلاص مش محتاج.
وصلت؟ يبقى الرايت تشيز هتطلع ايه؟ تطلع نمبر سي، يبقى هي ديت الاجابه المظبوطه. يلا بينا اللي بعده. بيقول لك السولفنت ان ذا كيس اوف السوليوشن اوف الهيدروجين اند البلاتينيوم از ايه؟ هو بص ركز معايا يا مستر. دلوقتي السولفنت في الكيس بتاعه السوليوشن اوف هيدروجين وبلاتينيوم، مش انا قلت لك البلاتينيوم ده عباره عن بورس ميتال؟ البورس ميتال ده اللي بيحصل له مع الهيدروجين، يجي يبقى ده السولفنت اللي هو الميتال، ويجي البورز اللي عنده يبتدي الهيدروجين يعمل ايه؟ يعمل فيلنج للبورز دي، خلاص فيكون سوليوشن. يبقى السولفنت ماله؟ سوليد. يبقى السولفنت ماله يا دكتور؟ سوليد. ده عباره عن جاز سوليد سوليوشن، صح؟ مش انا كنت بقول لك كده؟ جاز ايه؟ سوليد سوليوشن. يبقى فين يا مستر؟ هو انا عايز السولفنت، ها؟ يبقى السولفنت ماله؟ سوليد. هل جاز؟ لا. فيبر؟ لا. سوليد؟ ايوه يا مستر. طبعا كلها يا اولاد لحد دلوقتي معلومات دايركت جدا جدا جدا، مفيش اي حاجه فيها افكار خالص. اللي بعده، ها؟ وات از ذا فيزيكال ستيت اوف السولفنت ان الامالجمز؟ ها ها، بص بص اسالك عن مين؟ السولفنت في مين؟ في الامالجمز. ما انا قلت لك الامالجمز عباره عن ايه؟ عباره عن يا دكتور عندي الميركوري كليكويد، مش ده السولفنت، امال مين السولفنت؟ السوليد بقى، سواء كان سيلفر، سواء كان الجولد، الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، خلاص؟ طيب وبناء عليه يبقى الكلام على ايه؟ هتقول لي يا مستر السولفنت بيكون ايه؟ بيكون سوليد، هو ده السولفنت، امال ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن السوليود. يبقى ها السولفنت عندي، هل الفيزيكال ستيت بتاع السولفنت جاز؟ لا. ليكويد؟ لا. سوليد؟ يبقى هي دي الرايت تشويس. خلاص؟ يلا اللي بعده. يلا الانجل ما بين التو بولار بوند ان الووتر مولكيولز از كام؟ مش انا قلت لك يا دكتور البولاريتي بتاعت الووتر خلت في انجل؟ الانجل كانت كام؟ 104.5 يا مستر، فهمتني؟ يبقى 104.5. هل 140؟ لا. 90؟ لا. 105؟ لا. يبقى ما فيش غير دي، 104.5 هي الايه؟ المظبوط. عظيم جدا. يلا اللي بعده يا دكتور. يلا يا مستر. بيقول لك وان اوف السترونجست الكترولايتس از مين يا دكتور في دول؟ سترونجست الكترولايت يعني ايه؟ الكتروليت قوي. طب يلا واحده واحده، ها؟ مش معنى ان السترونج الكترولايت يعني كومبليتلي، ها؟ ايه؟ هتقول لي كومبليتلي ايونايزد يا دكتور، حلو جدا. طب يلا بقى واحده واحده. كومبليتلي ايونايزد، هل الووتر دي سترونج الكترولايت؟ لا، ويك الكترولايت. البنزين نان بولر اصلا. طب ال HCl وال HAQ، ها؟ مين في دول سترونج الكترولايت؟ انا قلت لك ال HCl جاز، هل الجاز بتكوندكت الالكتريسيتي؟ لا. يبقى هتكوندكت ازاي؟ يبقى ازاي يبقى سترونج الكترولايت؟ لا طبعا. انما ال HCl AQ اول ما بينزل الميه بيتفك كل البوزيتيف ونيجاتيف ايونز، فهمتني؟ كله كومبليتلي ايونايزد. يبقى هي دي فعلا الرايت ايه؟ هي دي يا مستر الرايت تشويس، اللي هي بيقول لي سترونج الكترولايت. انما اوعى يضحك عليك تشوف HCl تقول لي اه ما انت قلت لي لا الجاز يا حلو ماله مش بيكوندكت، اكت از انسيوليتور، خلاص يبقى مش بيكوندكت اصلا. طب يلا اللي بعده. يلا يا مستر. Which of the following substances exist in the aqueous solution in the form of ions؟ طالما ions يا معلم يبقى تتحول لايه؟ لايونات. يبقى انا عايز حاجه بتديزولف في الميه، يعني عايز حاجه برضو ممكن فكرتها ان هي تكون سترونج الكترولايت. طب هو قال الالكحول ده بيكون ايون؟ لا طبعا، ده احنا قلنا ان النون الكترولايت، معنى نون الكترولايت معناها ايه؟ يعني مفيش اصلا فري ايونز خالص، ما فيهاش وجود. الالكحول في الووتر وقلنا الشوجر في الووتر، فالاثنين دول مع بعض في كثه واحده. يعني اصلا لو الاجابه تنفع لده فهي تنفع لده، فغلط. طب هنا عندك ان او اتش ده بينزل الووتر بيبقى كومبليتلي ايونايزد يديك ايون طبعا، انما هل الكبر وهو السوليد ينزل يديك ايون؟ لا طبعا، زي ما هو كبر عادي جدا، لان الكبر ليس اكتف، خد بالك بقى ده ليس اكتف ذان الهيدروجين بتاعت الووتر. يعني ايه يا مستر؟ يعني يا دكتور لو انت حطيت كبر في ميه ولا الدموع ولا يحصل له اي حاجه زي ما هو، انما لو جيت حطيت لي مثلا ام جي في ميه، لا ده الام جي سبستيتيوت الهيدروجين بقى، يعني يخرج الهيدروجين في جاز ويكون ام جي او اتش باي 2، دي قصه تانية ولازم طبعا تبقى فاهمها ومستوعبها. اللي زيك هنا يبقى الرايت تشويز عندنا يا مستر في نمبر 11، هتقول يا مستر نمبر سي. عظيم جدا، احسنت. يلا اللي بعده. يلا يا مستر. Which of these solution is a good electric conductor يا دكتور؟ يلا واحدة واحدة. مين في دول؟ جود ايه؟ electric conductor. يبقى انت فاهم ان انا عايزه هيكون يا مستر completely ionized. حلو قوي. طب يلا السوليوشن بتاع المغنيزيوم كلورايد ان الووتر ولا الجلوكوز في ها جلوكوز ينفع يكون جود الكترولايت؟ لا مستبعد تماما. طب يلا التيبل شوجر يا مستر برضه مستبعد تماما، حلو جدا. طب الايودين ان الاثايل الكحول، الله هو مش ده اصلا نان بولر؟ وطالما نان بولر هيكون عندي بولاريتي اصلا؟ لا، يعني ما فيش لا بارشال بوزيتيف ولا بارشال نيجاتيف، منين بقى يكون جود الكتريك كوندكتور؟ طبعا مش هيكون داكت.
يبقى اذا الرايت تشويس هتطلع لك ايه يا معلم؟ هتقول لي يا مستر نمبر ايه؟ مين بقى؟ مغنيسيوم كلورايد. طب دي ليه حبيب قلبي؟ مش انا قلت لك كل الكلورايد سولت مالها؟ اهو ركز معايا، كل الكلورايد سولت يا مستر مالها؟ بتكون اي كيو اكويس سوليوشن، وطالما اكويس سوليوشن اذا بتديزولف كلها الايونز اكسبت اهو اكسبت ما عدا التلاتة دول. ايه هما؟ اولا الليد بوزيتيف 2، ها السيلفر بوزيتيف 1، اخر حاجه يا دكتور هتقول لي يا مستر الميركري بوزيتيف 1. فهمتني؟ لذلك يا معلم اي حاجه غير التلاتة دول بس، يعني ده واحد اتنين تلاتة، دول سوليد سوليد ستيت سوليد ستيت سوليد ستيت، ما يديزولفش. فهمتني؟ ما يديزولفش، ما يكونش اي كيو، يبقى مش هيكوندكت الالكتريستي. انما مغنيسيوم كلورايد اهو ام جي سي ال 2 ماله يا مستر؟ ده اي كيو يا دكتور، وهيكون بيكوندكت وجود كوندكتور فعلا للالكتريك كوندكتيفيتي. خلاص طيب يلا على اللي بعده. يلا يا مستر نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لنا ايه؟ بيقول لك ريجاردنج ذيس فور الكتريك سيركت. تعال نبص عليهم كده مع بعض. حاضر. عايز ايه؟ انا عايز اعرف مين هو هيكون الديمست لايت اوف البالب ان ذا الكت ان ذا سيركت نمبر. يعني يا مستر عايز اعرف، بص هي دي اكنها لامب ودي اكنها ايه؟ لامب اللي هي البالب يعني، ودي اكنها لامب ودي اكنها لامب. خلاص عايز اعرف مين اقل واحده فيهم في اللايت. يعني يا مستر الديمست اقل الخافته جدا جدا، يعني خافت اضاءه خافته خالص. لذلك يا دكتور عشان تشوف لي مين الاقل يبقى انا محتاج ايه؟ عقلي يروح على مين؟ ها خد بالك انا قلت لك الالكترو لايت او الالكتروليتيك سوليوشن ماله؟ في منه سترونج وفي منه ايه يا مستر؟ ويك. يبقى انت رايح لمين يا معلم؟ طالما انا عايز ديمست اه يبقى انا عايز الويك. طب كي ام انه كي ان او 3 ده سترونج، يبقى ده مستبعد. خلاص ليه؟ الاضاءه بتاعته هتكون قويه، وطبعا هنعرف بعد كده ان شاء الله لما نجري شويه هنعرف هي قويه ليه ومين اقوى من التاني، كل ده هنفهمه. طب ده ما انا قلت لك ده عباره عن ويك. ايه يا معلم؟ ويك بيز. يبقى ده يدينا ايه؟ يدينا الديمست يا مستر. انما ده سترونج وده سترونج، ده زي ده زي ده بالظبط في الاضاءه، كل دول كومبليتلي ايونايز. ده الوحيد البارشلي، يبقى ده اللي يديني ايه؟ الديمست لايت اوف البالب ان ذا سيركت نمبر. يبقى سيركت نمبر كام؟ 2. يبقى البي هي الايه؟ هي الرايت تشويس. عظيم جدا. اللي بعده اون ديزولفنج الهيدروجين كلورايد جاز. اه بص بقى اهو ادي الاتش سي ال جاز ماله؟ اعمل له ديزولفنج في الووتر. حاضر. فاكر انا قلت لك هيكون ايه يا معلم؟ ها ها قلت لي يا مستر؟ مش قلت لك ده كاتاين اناين؟ ده الهيدروجين بيكون مع الووتر ايه؟ ها مش قلنا بيكون يا دكتور الهيدرونيوم ايون؟ اه يبقى ده الهيدرونيوم ايون بلس السي ال نيجاتيف. لذلك مفيش. هو بيقول لك ايه بقى البوزيتيف هيدروجين ايون ماله؟ هل بيفضل بيكون كده لوحده ايزوليتد ولا بيكون كونكتد بالووتر موليكيولز وبيكون الهيدرونيوم ايون؟ ها هتقول لي يا مستر بيكون الهيدرونيوم ايون. يبقى هو بيقول لك بقى هل ده هيسيبريت اند ستي از ات از، يعني هيتفصل ويفضل زي ما هو؟ لا طبعا. طب هيتفصل ويكومباين مع الووتر موليكيول؟ ايوان ده الكلام المظبوط والكلام المنطقي. طب هل هيسيبريت اند ايفولف اجاز؟ لا خالص. طب هل دونت ايفن سيبريت؟ لا طبعا هيسيبريت طبعا. اذا كل ده مستبعد معانا مين يا دكتور؟ معانا نمبر بي. عظيم جدا. يلا اللي بعده بيقول لك الساتوريتد سوليوشن كان بي كونفرتد تو سوبر ساتوريتد سوليوشن باي ايه؟ انا عندي ساتوريتد سوليوشن اقدر احوله لسوبر ساتوريتد باي ايه؟ هتقول لي باي الهيتنج. بس هل هيتنج بس؟ لا ده انت هتسخن وتضيف كمان مور اماونت من مين؟ من السوليوت. حصل ولا ما حصلش؟ مش انا عندي ساتوريتد يعني عنده الماكسيمم نمبر، لو انا ضفت اهو ساتوريتد ضفت لي 3 4 معالق هيبريسيبيتيت تحت. صح صح. يبقى انا اضيف واعمل هيتنج، يبقى هيقول لي بقى هيتنج اند ادينج مور اوف السولفنت. لا يا حبيبي. طب هيتنج اند اد اكسس اوف اماونت اوف السوليوت. اه يبقى انا بضيف الايه؟ السوليوت الملح. فهمت؟ يبقى هي دي فعلا الرايت ايه؟ هي دي يا مستر الرايت تشويس. كولينج وبعمل كريستاليزيشن ده العكس، لو سوبر ساتوريتد لساتوريتد. خلاص. طب هيتنج وفلتريشن؟ لا دي عمليه السيباريشن بقى بس مش للسوليوشن، دي عمليه الفلتريشن للسسبنشن وما فيهاش هيتنج، فيها فلتريشن بس. والكلام ده هناخده بتفصيله برضو احنا شغالين ان شاء الله في الدروس اللي جايه. حلو جدا. بيقول لك وين انا اماونت اوف الشوجر was dissolved in some water. حلو جدا. Some of the crystals of the sugar remained in the bottom of the beaker. ده بيحصل. And the, then this crystal dissolved by the heating. اه يبقى انت حولته لايه؟ للسوبر ساتوريتد. This indicates that in resulting mixture ماله بقى is a ها هل suspension ولا saturated ولا super saturated؟ خلاص بقى هو كده بيحكي لي القصه بتاعت مين؟ بتاعت السوبر ساتوريتد يا دكتور.
مش دي كده قصه السوبر ساتيوريتد؟ ها فاكر انت لما قلت لك جبنه كوبايه حطينا 3 4 معالق دابوا، طب حط بقى كمان 3 4 معالق هيبريسيبيتيت، طب سخن سخنت حصل ايه؟ دابوا يعني اختفوا، حصل لهم ديزولفنج، اذا حولته من ساتيوريتد للسوبر ساتيوريتد. خلاص؟ طيب يلا اللي بعده. All the following substances dissolve in the water except كل دول بيدوبوا في الميه ما عدا مين؟ يبقى واحده واحده. ووتر هي عباره عن ايه؟ بص بقى نراجع معلوماتنا. الووتر ده عباره عن بولر سولفنت. حصل وبما ان هو بولر سولفنت يبقى حاجتين يدوبوا فيه، ايه هما؟ يا اما يكون بولر كومباوند زيه يا ايونيك، مش ده اللي احنا اتكلمنا عليه؟ اه. طب يلا صوديوم هيدروكسيد كاتاين انين يبقى ايونيك، يديزولف يديزولف. هتختارها؟ لا، لان انا بقول لك كلهم بيديزولف اكسبت، يبقى دي مستبعده. طب الايودين، ابص بقى الايودين ماله يا مستر، ما قلتش ده لا اورجانيك اورجانيك، يبقى هل ده هيديزولف في الميه؟ لا ما يديزولفش في الميه. ليه؟ لان النيكل تو نيتريت ده ايونيك فهيديزولف هيديزولف. طب والتيبل شوجر بيدوب، واحنا وانا قلت لك عشان بيحتوي على الهيدروكسيل ايه؟ على الهيدروكسيل جروب، وبيكون مع الووتر موليكيولز حاجه اسمها الايه؟ ها؟ بيكون مع الووتر موليكيولز حاجه اسمها الهيدروجين ايه؟ الهيدروجين بوند. كل ده قلناه في السيشن بالتفصيل، خلاص؟ يبقى دي غلط، يبقى الايودين هي الايه؟ هي الرايت تشويز، لان هو بيقول لك يا دكتور انا عايز الاكسبت لو سمحت، يبقى هي دي طبعا الايه؟ الاكسبت. حلو قوي، يلا اللي بعده. بيقول لك الشوجر ديزولفز ان الووتر ديو تو الفورميشن، اهو بص سبحان الله، هل الشوجر بيدوب في الميه ها بسبب الفورميشن بتاع مين؟ هتقول لي يا مستر بتاع الهيدروجين بوند، يبقى هيدروجين بوند نمبر دي، يبقى دي هي الرايت ايه؟ هي الرايت تشويس. حلو قوي، يلا على اللي بعده. يلا يا دكتور. بيقول لك ايه كريستال اوف البوتاسيوم كلورايد از فورمد اوف ايه؟ لو انا عندي كريستال، كريستال يعني انا كانت دايبه وجمعتها، كانت دايبه وعملت ايه يا مستر؟ جمعتها تاني رجعتها لاصلها، خلاص؟ فبيقول لي بقى عندي كريستال اوف البوتاسيوم كلورايد از فورمد اوف كي سي ال موليكيولز، هل هو موليكيول من الكي سي ال ولا سي ال اند كي اتومز ولا سي ال بوزيتيف وكي نيجاتيف؟ هو السي ال بيكون بوزيتيف والكي هو اللي نيجاتيف ولا العكس؟ العكس، يبقى دي غلط. طيب ولا سي ال نيجاتيف وكي بوزيتيف؟ طب واحده واحده، ايه يا مستر؟ مش انا بقول لك انا عايز كريستال من البوتاسيوم كلورايد از فورمد. هو البوتاسيوم كلورايد عشان يتكون مع بعض بيتكون ازاي؟ ما تقول لي كي بوزيتيف سي ال نيجاتيف، صح ولا مش صح؟ صح، خلاص. لذلك هل بقى الكي سي ال بنقول عليه اصلا موليكيول؟ موليكيول دي ما بتكونش الايونيك خالص، امال بتكون لي كوفيلنت، يبقى موليكيول دي مستبعده تماما. لذلك انا عندي كي كاتاين وسي ال انين، يبقى كي بوزيتيف سي ال نيجاتيف، يبقى دي هي الرايت ايه؟ هي الرايت تشويس. فهمتني؟ خلاص. انما الكي والسي ال يا مستر، لا يا حبيبي، هل دول متحدين؟ هل دي كريستال؟ هل دي كريستال؟ لا، انما الكيميكال كومباوند ده بيكون عباره عن كي بوزيتيف سي ال نيجاتيف، هو كده كي سي ال بس بوزيتيف نيجاتيف، خلاص. دي معنى الايه؟ معنى الكريستال. ليه؟ لان انت عملت لها كريستاليزيشن، دوبتها في ميه وجمعتها، فهي عباره عن في الكتروستاتيك اتراكشن فورس ما بينهم. يلا اللي بعده. بيقول لك الاوبوزيت تيبل بيوضح السوليوبيليتي اوف التو سبستانسز اكس واي ان ديفرنت سولفنت، يبقى دول السوليوبيليتي لتو ايه؟ لتو سبستانسز. حلو الكلام، حلو الكلام. What is the type of each of the substance X and Y؟ أنا عايز أعرف إيه هو النوع بتاع ال substance X و Y. طب واحدة 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 واحدة، يلا بينا. ها ال X ماله يا مستر؟ بي ديزولف إن الوتر بات نوت إن الكحول، يعني إيه؟ هيدوب في المية بس مش هيدوب في الكحول. طب ال Y هيديزولف إن الكحول بات نوت إن الوتر. بص بقى ركز لي قوي عشان تفهم الحتة دي. مين اللي يديزولف في المية وما يديزولفش في الكحول؟ ها تعال نبص على الاختيارات، هل أيونيك ولا نون بولر ولا ايونيك ولا بولر؟ طيب مبدئيا نون بولر ده مستبعد، مظبوط ولا مش مظبوط؟ هتقول لي مظبوط جدا، حلو جدا. طب الحاجه الثانيه ايه هي يا مستر؟ انت عندك اللي هيديزولف في الميه ومش هيديزولف في الكحول هو الايونيك، لان البولر بيديزولف في الكحول زي مين؟ زي الاتش سي ال، ممكن يديزولف في الكحول، خلاص. لذلك بولر مستبعد، يبقى ايونيك ايونيك، يبقى الاجابه هي سي. طب خد بالك بقى، تعال نشوف اللي بعده. ايه اللي بعده؟ هيديزولف في الكحول ومش في الميه، مش طالما هيديزولف في الكحول وفي الميه لا، يبقى انا عايز حاجه نان بولر. يبقى تعالى نبص هنا بقى، هنا ايونيك مع بولر، لا ما هو بولر هيدوب في الميه وهو بيقول لي نات ديزولف ان الووتر، يبقى دي غلط. اذا بالاستبعاد ما فيش غير دي هي الصح. ليه دي صح؟ لان انا عندي احتمالين، الاولانيه الاكس هيديزولف في الميه ومش هيدوب في الكحول، خلاص بقى احتمال واحد اللي هو الايونيك، ده الايونيك يا مستر. امال بقى الثاني طالما هيديزولف في الكحول والميه لا، يبقى عباره عن ايه بقى؟ هتقول لي طالما في الميه لا، يبقى ما ينفعش يكون بولر، يبقى اذا هو ايه؟ هو نون بولر.
خلاص كده. طيب حلو جدا، يلا نشوف اللي بعده. يلا يا مستر. بيقول لك يا دكتور ايه ان السوليوبيليتي بتاعت السولت ان الووتر ايكوال كذا. بص بقى معنى سوليوبيليتي ايه، قد ايه ماس من السوليوت هتديزولف في 100 جرام من الووتر عشان يكون ساتيوريتد ايه. ها بتقول لي ساتيوريتد سوليوشن. طيب هو بيقول لك دي السوليوبيليتي خلاص، يعني هو اداك الماس بتاع مين، بتاع السوليوت، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. At a certain temperature, what is the mass of a salt required to be added to 300 gram من الووتر to obtain saturated solution؟ بص دي لعبة سهلة قوي. يعني ايه لعبة نورمال اب نورمال؟ مش فاهم يا مستر. بص يا حبيب قلبي، مش انت السوليبيلتي عندك بيقول لك 20 جرام بير 100 جرام من المية؟ عارف دي معناها ايه؟ معناها ان كل 100 جرام من ال H2O بيحتاجوا قد ايه جرام عشان يكون saturated solution 20 جرام من السوليوت. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب لو انا جبت 300 يا مستر من ال H2O يحتاجوا قد ايه؟ فهمت اللعبه؟ يبقى ال X equal 20 times ال 300 over ال ايه؟ over ال 100. يطلع بكام بقى؟ ما انت طالما ال 100 محتاجه 20 يبقى 300 محتاجه كام؟ محتاجه 60. خلاص كده. يبقى فين يا مستر؟ هتقول لي 60 جرام. يبقى 60 جرام هي الرايت تشويس. فهمتها جت ازاي؟ هي بسيطه جدا، سهله جدا، مبنيه على ان انت فاهم يعني ايه سوليبيليتي بس. طيب يلا اللي بعده. This showing graph be represent the solubility curve of potassium nitrate salt. يبقى البوتاسيوم نيتريت salt in the water. What is the deposited mass of the potassium nitrate in 100 gram من الووتر لما solution is cooled from كذا لكذا؟ طيب واحدة 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 واحدة. هو عايز ايه؟ بيقول لك ده كيرف السوليبيليتي بتاع السولت ده. تمام تمام. طب ده ريليشن ما بين مين؟ ما بين التمبريتشر وما بين السوليبيليتي. واحنا قلنا سوليبيليتي قد ايه جرام من السوليوت هيديزولف في 100 جرام من الووتر. حصل حصل. هو بيقول لك ايه بقى؟ انا عايز اعرف ايه الديبوزيتد ماس. خلاص ايه هي الديبوزيتد ماس؟ الماس اللي هتت ايه هتديبوزيت من البوتاسيوم نيتريت في 100 جرام من الووتر. تمام تمام. يعني عايز يعرف السوليبيليتي لما السوليوشن يكولد من كذا لكذا. يبقى انت تمسك لي كذا لكذا على الجراف وتعرف هو كان السوليبيليتي قد ايه بالظبط، قد ايه جرام في 100 جرام من الووتر. خلاص قد ايه جرام سوليوت في 100 جرام من الووتر. هتجيب الرقم هنا وتجيب الرقم هنا وتعمل لهم ايه؟ وتجيب الديفرنس اللي ما بينهم. هي دي بالظبط الديبوزيت بتاعت مين؟ بتاعت الماس اوف البوتاسيوم نيتريت في 100 جرام من الميه. طب يلا يا مستر اشتغل يلا. انا بقول لك من ال 48، فين 48؟ في واحد ناصح هيقوم جاي لي لحد البوينت دي كده ويقول لي من هنا 48. لا انت كده مش مركز يا معلم. ليه يا مستر؟ بص يا حبيبي، انت عندك دلوقتي 40 60 صح؟ صح. يبقى اللي في النص ما بينهم ده كام؟ 50. خدت لي بالك؟ خدت بالي يا مستر. طب بما ان انت خدت بالك ودي 50 يا معلم، مش دول مربع 2 3 4 5 مربعات بالظبط؟ هتقول لي اه. يبقى الخمس مربعات دول، ها الكلام على ايه؟ هتقول لي بالظبط يا مستر الخمس مربعات دول الفرق ما بين كل واحد والتاني ب2. مظبوط ولا مش مظبوط؟ ها هتقول لي مظبوط. حلو جدا. بما ان الفرق ما بين كل واحد والتاني 2، يبقى هنعمل ايه بقى؟ انا عايز كام؟ انا عايز 48. يبقى هنا 42. بص 42 44 46 48. بص بقى من هو اللاين ده، اطلع لي كده باللاين ده، اطلع 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 اطلع. بص 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 هيقطع فين؟ هيقطع هنا اهو. طبعا هي ايه؟ انت هتعملها ستريت بالمسطره. خلاص وبعد كده شد لي هنا يا معلم خط ماله. بص جه عند البوينت دي، مين البوينت دي يا مستر؟ ما هو نفس الكلام 60 80. ها يبقى الكلام على ايه؟ هتقول لي يا مستر يبقى الكلام على 70. برافو عليك. يبقى اول حاجه هنا كانت 70، يعني 70 جرام بيديزولف في 100 جرام من الميه. ليه؟ ما انا يا مستر معلي التمبريتشر، واحنا قلنا السوليوبيليتي بتزيد لما بعلي التمبريتشر. طب يلا اللي بعده. 20 ادي 20 اهي يا دكتور، واضحه اهي. اطلع 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 هوب، يلا هات الناحيه الثانيه كام؟ هتقول لي 30. برافو عليك، ما انت شاطر اهو. بينا 30. 70 ماينس 30 يطلعوا كام؟ 40 جرام. فين 40 جرام؟ سيبها هي دي الرايت اتشوت. فهمت اللعبه؟ نتعامل مع السؤال بس كده بهدوء هتلاقي الامور واضحه ان شاء الله. يلا اللي بعده. بيقول لك السوليوبيليتي اوف البوتاسيوم نيتريت سولت ان الووتر ب 30 جرام بير 100 جرام. عارف معناه ايه؟ معناه ايه يا مستر؟ ان كل 30 جرام اوف الكي ان او 3 البوتاسيوم نيتريت بيديزولف في قد ايه من الووتر؟ في ال 100 جرام بتوع الووتر. فهمتني؟ خلاص؟ دي كده تعتبر ايه؟ تعتبر نورمال. دي معلومه نورمال عشان انا اقدر على دي اسالك عن ده.
لو انا جبت لك كميه من الميه، او العكس. يعني ايه؟ اديك مثلا هنا اقول لك طب بقى يبقى ال 20 جرام دول محتاجين قد ايه ميه؟ فهمتني؟ فانا اقدر من المعلومه دي بقى اخترع لك اسئله كتيره قوي، فانا عايزك وانت بتقرا تبقى مصحصح وعارف. طيب بيقول لك الكلام ده حصل عند 20 ديجري سيلسيوس. All the following solution of potassium nitrate salt are saturated عند ال 20. يعني ايه saturated؟ معنى saturated يعني كل 30 جرام هيديزولف في 100 ميه. واضح؟ كل 30 هيديزولف في 100 ايه؟ ميه. بيقول لك كل دول saturated except ال 2 solution produced from the dissolving. 2 solution، فين ال 2 solution؟ تعال نبص هنا. هو عايزنا نختار اجابتين ولا ايه؟ امال ايه 2 solution دي؟ 15 جرام من السولت ان ال 50 مللي لتر من الميه. طيب تعالى ندرس دي، يلا ندرسها. هنعمل ايه يا مستر؟ بمنتهى البساطه يا معلم، حط اي رقم من دول وسيب التاني. يعني ايه؟ مش انت عندك 50 مللي ووتر مثلا تقوم جاي هنا حاطط ال 50، ها يدوب قد ايه؟ واعمل كروس مالتي بلاي 30 تايمز 50 اوفر ال 100. تعالى كده نجيب الاله ونحسب مع بعض. يلا يا مستر ثانيه واحده. يلا طلع فعلا 15 جرام، يبقى دي مظبوطه. مظبوطه تختارها؟ لا يا مستر اشمعنى، انا عايز الاكسبت بقى. برافو، يلا اللي بعده. نفس الطريقه بالظبط هنشتغل، بس اللي هيختلف الايه؟ البرودكت اللي احنا هنجيبه الجديد ده. طب بص هنا بيقول لي ايه؟ 500 مللي من الووتر اهو، ادي ال 500 مللي من الووتر المفروض يطلعوا قد ايه؟ لما اعمل الكروس مالتي بلاي ده المفروض يطلع لي 140. تعالى نتاكد. 30 تايمز 500 اوفر 100، طلع 150. هنا بيقول لي 100 كام؟ بيقول لي 140. ينفع غلط، يبقى هي دي الرايت تشويس عشان هو بيقول اختار الاكسبت. طب يلا نتاكد من دول يا دكتور. يلا يا مستر، ها هتيجي تحت الميه يا دكتور تحط الرقم كام؟ فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ اهو 300 تمام، وهات لي الاكس. هتقول لي خلاص يبقى 30 تايمز 300 حصل اوفر 100. ها يبقى الكلام على 90 مظبوطه، يبقى دي خلاص اكسكلودد، ودي كمان اكسكلودد. هتلاقيها بالايه؟ بالتطبيق، هتلاقي نفس الكلام مظبوط. يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك ايه بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ بيقول لي الجراف ات ذا رايت ده بي ريبريزنتس ذا سولوبيليتي كيرف اوف سم سبستانسز ان الووتر. حلو الكلام، حلو الكلام. يعني دي شويه املاح ودي السولوبيليتي بتاعتها. طيب ذا تيبل شو ذير سولوبيليتيز ات 40 ديجري سيلسيوس. تعال نبص على ال 40، ادي هي مستر ال 40. تمام حلو الكلام، حلو الكلام. عايز ايه بقى؟ which of this solution shown in the table is unsaturated. يعني ايه unsaturated يا مستر؟ يعني الرقم اللي مكتوب هنا اللي هي الماس بتاعت السوليوت اقل من اللي المفروض تكون موجوده هنا. لذلك احنا هنجيب بقى الايه؟ الانترسكشن يا دكتور. تشد لي ستريت لاين كده، بس طبعا انا مش عارف اعملها هنا عشان انا مش قادر اكنترول. خلاص، فانت هتشد لي ستريت لاين هنا وتشوف بقى البوينتس دي. طب انا هعمل ايه بقى عشان يبقى شكلها احلى؟ اهو او محدد لك البوينت. هتشوف ده عند البوينت دي، وتشوف ده الانترسكشن عند البوينت دي، وده عند البوينت دي، وده عند البوينت دي. فهمت اللعبه؟ يعني تيجي لي هنا كده وتشد اهو، ادي الستريت لاين اهو. ده طبعا جه مظبوطه، حظك حلو. تمام. طيب بص، دي 10 ودي 20 وده عالي شويه، ده تقريبا هنا عند 12 او 13، هنا ما يزيدش عن كده. فلقيته بيقول لي ايه؟ بيقول لي الليثيوم هيدروكسيد. فين الليثيوم هيدروكسيد؟ هو ده تقريبا الماس بتاعت السوليد ب 30 جرام. هو فعلا في التقريب، يبقى دي مظبوطه. مظبوط. يعني ده شكله ساتوريتد، شكله ساتوريتد. طب يلا هنا عند ال 40، هو بيكلمني عند ال 40. هنا نفس الفكره يا دكتور، هنا برضو تشد لي ستريت لاين كده، تيك 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 تيك، وتيجي هنا كده. خلاص. مين ده؟ ده البوتاسيوم كلورايد. فين بوتاسيوم كلورايد؟ هو ده الكي سي ال. ما انت المفروض بقى انت فاهم الكلام ده، عارف يعني ايه بوتاسيوم كلورايد، وعارف يعني ايه امونيوم كلورايد، ويعني ايه بوتاسيوم برومايد، ويعني ايه ليثيوم هيدروكسيد. عيب بقى، انت شاطر. خلاص، ها يبقى الكلام على ايه؟ قلت له يا مستر ده الرقم هنا قريب من ال 40 تقريبا 38 32 30 مش عارف ايه. يعني بص هتلاقي الرقم تقريبا قريب من ال 38 37 كده، يعني فوق ال 35. صح، بص هنا الرقم كام؟ 32. ده المفروض هنا عشان يكون ساتوريتد يكون 38 او فوق ال 35. هو جابوا لي تحت ال 35، لان بص الحاجه اللي انا وانت مش هنختلف عليها ابدا ان ده النص، والنص 35. مظبوط ولا انا غلطان؟ لذلك ده فوق النص مش تحت النص، هو مدي له هنا رقم تحت النص. فهمتني؟ لذلك هل ده ساتوريتد؟ لا، يبقى هي دي الرايت تشويس، لان هو بيقول لك ماله؟ ان ساتوريتد. يبقى فين السي؟ السي هي دي يا مستر، هي دي الرايت. ايه هي دي الرايت تشويس؟ طب لو كملت الباقي، بص امونيوم كلورايد فين هو ده؟ بص لي كده، شد لي ستريت لاين اهو 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 اهو. بص قريب من ال 40 تقريبا 48 تقريبا. يعني لو احنا ايه قلنا ان ده ب2 اللي تحته ب2 اللي تحته ب2 كده، فاهم يعني التشارتس ديت، يبقى ده تقريبا بكام يا مستر؟ ها هتقول لي ب48. بص طلع 48، يبقى مظبوط، وده هتلاقيه مظبوط برضه.
كده انت فهمت اللعبه في السؤال ده، تحسبا لو جالك. طيب عظيم جدا، يلا نشوف اللي بعده. يلا يا دكتور، بيقول لك give reason ايه هو ال mixture of the table salt in the water is a solution while the mixture of the table salt in the kerosene is a suspension. ها ليه؟ هتقولي والله عشان ال solution انا ما اقدرش اميزه بالايه؟ بالنيكد اي، وبيكون عباره عن homogeneous mixture. حصل ال homogeneous mixture ده can't be distinguished بالايه بقى؟ بحاجتين. ايه هما؟ يا اما بالنيكد اي او اور المايكروسكوب. وايل السسبنشن اي كان ديستنجويش ات او اي كان سين ات بالايه بقى؟ باي النيكد اي. فهمتني؟ خلاص ده بالنسبه لمين يا دكتور؟ ده بالنسبه للفرق ما بين السوليوشن والسسبنشن. طيب يجي السؤال الثاني، ايه يا مستر؟ يقول لك هي ليه الووتر از بولر سولفنت؟ ارد اقول له ليه؟ اقول له ديو تو الديفرنس ان الالكترو نيجاتيفيتي بتوين الاكسجين اند الهيدروجين. فالاكسجين هاي الكترو نيجاتيف زان الهيدروجين، وبالتالي بيأتراكت الالكترونز اوف البوند توارد ات. لازم بقى انت لو فاهم تعرف تتكلم وتعرف تجيب اجابه نموذجيه. خلاص يبقى بيأتراكت التو الكترون اوف البوند توارد ات، وبالتالي بيكون بارشال نيجاتيف وده بارشال بوزيتيف، وهم دول يا مستر التو بولز اللي بتخليه بولر سولفنت. فهمتني؟ وضحت؟ لو فاهم والله هتعرف تتكلم وتعرف تكتب وتعرف تجاوب وامورك تبقى زي الفل. انا قلت لك كده كده في السيشن في الزوم، قلت لك ايه؟ مش قلت لك الاكسجين اعلى الكترو نيجاتيفيتي من الهيدروجين؟ اه، وبالتالي هو هياتراكت التو الكترون دول ناحيته توارد ات، وبالتالي يظهر عليه بارشال نيجاتيف، واللي جنبه يكون بارشال بوزيتيف، ودول تو بولز، بول نيجاتيف بول نيجاتيف بول بوزيتيف بول نيجاتيف، وبالتالي يكون بولر سولفنت. مين اللي ديزولف فيه بقى؟ دي حاجه اكسترا. هتقول لي بولر زيه او ايونيك، بس كده. يلا السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه يا معلم؟ الهيدروكلوريك اسيد از ا سترونج الكترولايت، عشان ايه؟ كومبليتلي ايه يا مستر؟ ايونايزد، بس كده. يبقى تقول لي ده كومبليتلي ايونايزد يا دكتور ان الووتر. طب يلا الرابع، يلا ان الاكوا سوليوشن الهيدروجين ايونز ار نوت فاوند ان ذير سنجل فورم. طبعا ليه؟ لان يا مستر الهيدروجين ايون بتكونكت خلاص تو الووتر موليكيول، تمام، وبتكون الهيدرونيوم ايون عن طريق ان هي بتكون طبعا انفورميشن اوف الايه الكوردينيت بوند اللي قلت لك عليها. خلاص يبقى تقول لي يا مستر هي بتبايند بت ايه بقى؟ بتبايند بتكونكت يعني بترتبط بالووتر موليكيولز، وبتكون في صوره هيدرونيوم ايون. وانا قلت لك الهيدرونيوم ايون هو هو بالظبط الاتش ايه؟ الاتش بوزيتيف، هو هو بالظبط. خلاص طب يلا، ليه الشوجر بيديزولف في الميه لزوق ان هو نان بولر كومباوند؟ عشان كونتين ايه يا دكتور؟ هتقول لي يا مستر كونتين هيدروكسيل جروب. خلاص يبقى كونتين ايه بقى؟ هيدروكسيل، يبقى هو كونتين هيدروكسيل جروب اللي هي الاو اتش جروب ذات كان فورم هيدروجين بوند ويز الووتر مولكيول. ويز الايه بقى؟ ويز الووتر مولكيول، يعني المحترم ده بيكون هيدروجين بوند مع الووتر مولكيول، وبالتالي بايه بيقدر يديزولف في الميه. خلاص كده عظيم جدا، امورنا زي الفل بفضل الله. نشوف اللي بعده. بيقول لك ايه يا معلم؟ يلا نشوف. How can you differentiate between the hydrochloric acid and the acetic acid؟ اه سهله جدا. ازاي يا مستر؟ والله دلوقتي لو انا جبت الكتريك سيركت، الكتريك سيركت ليه يا مستر؟ الكتريك سيركت حبيب قلبي، مش انا قلت لك ده ويك اسيد؟ اه، وال اتش سي ال الهيدروكلوريك اسيد ده سترونج اسيد، وانا قلت لك ان السترونج اسيد بيكون كومبليتلي ايونايزد، فعدد الايونز فيه كتيره جدا، انما ده العدد الايونز قليله جدا جدا جدا. فانا لو جبت الكتريك سيركت خلاص، فهنلاقي ان هنا الالكتريك كوندكتيفيتي بور ضعيفه او قليله جدا، انما هنا الالكتريك كوندكتيفيتي مالها جود الكتريك ايه كوندكتيفيتي. هو ده كده، يبقى انت عملت ايه؟ ديفرنشيت بين الاثنين دول. طيب ده لو هتكلم على الالكتريك كوندكتيفيتي، طب انت بتشوفها في ايه بقى؟ انا بشوفها يا مستر في اللامب. لو انا جبت الكتريك لامب، ها جبت الكتريك لامب، اه هلاقي في ان الكيس اوف الهيدروكلوريك اسيد ان الالكتريك او البرايتنس
اوف الالكتريك لامب سترونج. انما هنا بقى في الحاله الثانيه بيكون ماله؟ بيكون ديم لايت. يعني ايه مستر ديم لايت؟ او فيري بور لايت او فيري ويك لايت. خلاص طيب ده كده معناه ان هو بيكون ايه؟ اضاءه ضعيفه جدا. حلو جدا، يلا نشوف اللي بعد. حدد لي السولفنت في الهوموجينس ميكستشر which is composed من 20 مللتر اوف الايثانول وز 100 مللتر من البروبانول. ما خلاص مين الكبير؟ البروبانول. يبقى هو ده السولفنت، يبقى السولفنت از بروبانول. اشمعنى؟ عشان هو الموجود بالايه؟ بالميجور، هو الموجود باللارج بورشن، باللارج كوانتيتي. يبقى السولفنت از البروبانول. ليه يا مستر؟ ديو تو ان هو موجود باللارج بورشن او اللارج اماونت او اللارج برسنتج. كل ده هيبقى صح لا تقلق. خلاص تمام كده. حلو قوي، يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور، يلا حبيبي. بص بيقول لك ايه؟ كلاسيفاي الكومبوننت اوف ذا فولوينج سوليوشن باي فيلينج ان ذا سبيسز. حاضر، ان ذا نيكست تيبل. ماشي يلا. الاتموسفيريك اير تايب اوف سوليوشن ده خد بالك، جاز، جاز سوليوشن. حصل حصل. ها السوليوت جاز والسولفنت جاز. طب السي ووتر ميه البحر، ها ده نوعه ايه؟ خد بالك مين السولفنت يا معلم؟ ليكويد يا مستر. يبقى مين السولفنت يا دكتور؟ هتقول لي ليكويد. مظبوط مظبوط. طبعا السولفنت اللي هو مين يا مستر؟ اللي هي الووتر صح. يبقى البحر كله ميه، يبقى ده الايه؟ السولفنت ووتر. تمام تمام. طيب اللي هي ووتر ايه بقى؟ ليكويد. ايه اللي ووتر دي؟ ليكويد. ايوه كده، برافو عليك، حلو المصحصح ده. يبقى ده ليكويد. تمام تمام. طيب نوعه ايه بقى؟ اسمه سوليد ليكويد سوليوشن. يبقى ليكويد سوليوشن. فهمت اللعبه؟ خلاص يبقى نوع السولفنت هو اسمه. طب والسوليد؟ سوليد. خلاص يبقى ده الكلام. يلا اللي بعده، البرونز الوي. ها ايه البرونز الوي يا مستر؟ دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ميتال ميتال، يعني سوليد سوليد. يبقى هنا السوليد ايه؟ سوليد. والسولفنت برضو سوليد يا مستر. خلاص البرونز الوي دي عباره عن تو ميتالز. ده بقى ميكس ما بين ايه يا مستر؟ ما بين الكبر وما بين اليمنت تاني يا حبيبي اسمه التن. اللي هو مين يا مستر؟ التن اللي هو الاس ان. خلاص دول كده مع بعضيهم اسمهم ايه يا مستر؟ اسمهم البرونز الوي. في برضو ممكن الوي تاني على فكره، ممكن اجيبها لك، اسمها البراس الوي. خلاص فانت لما تشوف بقى ايه اي كلمه الوي خلاص خلصت، يبقى سوليد سوليد يا معلم. وهي دي كلمه السر. متفقين؟ متفقين يا مستر. يلا اللي بعده يا دكتور. يلا يا مستر. بيقول لك ايه بقى؟ زير ار تو سامبلز اي وبي. خلاص السامبل ايه كونتين سولت سوليوشن prepared by dissolving the table salt in the mine. حلو، يبقى انا عندي السامبل الاولانيه شويه ميه حطينا فيهم التيبل سولت، عمل لي ايه؟ عمل لي سوليوشن. حلو الكلام، حلو الكلام. السامبل بي كونتين سوليد سولت اتس كيميكال فورمولا ان اي سي ال. يبقى انا عندي هنا سوليوشن وعندي هنا كيميكال كومباوند لوحده. حصل حصل. تعالى بقى يا صديقي نشوف هو عايز ايه. يلا بينا يلا بينا يا مستر. Classify the component of each sample weather element compound mixture. حلو قوي. الاولانيه اللي فوق دي هتكون mixture، يبقى number 1 دي mixture اللي هي sample A. دي mixture. طيب number B يا دكتور عباره عن compound، يبقى mixture compound. وصلت؟ وصلت. اللي بعده compare between sample A and B in terms of electric conductivity. اولا الاولاني هيكوندكت الالكتريستي. طبعا يكوندكت يا مستر. ليه؟ سوليوشن يا حبيب قلبي. ال ان اي سي ال اول ما ينزل الميه يتفصل لايونز ان اي بوزيتيف سي ال نيجاتيف. ده سترونج الكترولايت، ده ايونيك كومباوند. اول ما ينزل يحصل له ديسوشيشن، يتفكك. خلاص فالالكترو كوندكتيفيتي عاليه. انما تعالى للسولت، الملح لوحده هيكوندكت؟ لا مش هيكوندكت. يبقى ماله؟ دازنت كوندكت. ده اكت از ايه؟ وهو سوليد، وهو سوليد كده مش هيكوندكت. يبقى doesn't conduct الايه؟ الالكتريستي. فهمت اللعبه؟ يبقى الاولاني conduct الثاني لا. يلا اللي بعده. بيقول لك ال given figure represent homogeneous mixture of the acid HA with the water. هل الميكشر ده good electric conductor or a weak electric conductor? explain. خلاص
نوتن الووتر مولكيولز ار نيجلكتد ان ذا فيجر فور السمبليفيكيشن، يعني احنا شلنا المولكيولز بتاعت الميه للتبسيط بس. طيب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. بص يا دكتور، مش ده يا دكتور المولكيول اللي هو الاسيد؟ الحق ايه، بص ده موجود 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 موجود، ده كله تقريبا ايه، كله اسيد اهو. يبقى اللي حصل له ايونيزيشن يا معلم ايه يا مستر؟ نسبه قليله جدا جدا جدا. بص بقى شايف اللي متبقي بقى هو ده كمان مولكيول. بص كام واحد من اللي حصل له ايونيزيشن نسبه قليله قوي، فهل ده بقى هيكون سترونج يعني جود الكتريك كوندكتور ولا ويك؟ هتقول لي ويك الكتريك كوندكتور يا مستر. ليه؟ عشان هو بارشلي ايونايزد. هل هو كومبليتلي ايونايزد؟ لا طبعا، يبقى ايه؟ بارشلي ايونايزد. خلاص، او نقول ان كومبليتلي ايونايزد. الاثنين صح، قلت دي صح قلت دي صح. يلا اللي بعد، يلا يا دكتور. التو فولوينج فيجر بيريبريزنت الالكتريك كوندكتيفيتي اوف التو ايكوال فوليومز اوف البيور ووتر. حلو قوي. يبقى انا عندي الفوليوم هنا قد الفوليوم هنا. هنا حطينا الكتريك سيركت، الاضاءه قويه جدا. هنا الكتريك سيركت مفيش اضاءه، اكيد ده نون الكتروليتيك سوليوشن. يعني ايه ده؟ ممكن مثلا يكون شوجر زي ما احنا الامثله اللي خدناها، او يكون الكحول في ميه. الاثنين مش هيكوندكت الالكتريستي. وصلت؟ انما ده سترونج الكتروليتيك سوليوشن. فهو بيقول لي ايه بقى؟ احنا دلوقتي جبنا ايكوال فوليوم، حطينا 1 جرام صوديوم صلفيت. ده ايونيك كومباوند يا مستر. صوديوم صلفيت، الصوديوم ان ايه بوزيتيف 1، صلفيت اس او 4 نيجاتيف 2، هنا 1 هنا 2، نعمل كروس ملتبلاي يديني ان اي 2 اس او 4. ده اول ما ينزل الميه يتفك الايونز، يتفك الاثنين ان اي بوزيتيف واس او 4 نيجاتيف 2. الحق بقى عندي كام ايونز؟ 2 1 3 ايون، وكله كومبليتلي ايونايزد. يعني هنا الايونات كتيره قوي 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 قوي. طب والتاني بيقول لك عندي ايه بقى؟ 1 جرام من الصوديوم سلفيت سولت ادد تو 1 اوف ذيم اند 1 جرام اوف التيبل از ايه؟ ادد تو الاذر. اذا هنا شوجر، ده من التيبل شوجر. طب وده الصوديوم سلفيت بس، يبقى هنا صوديوم سلفيت. هو عايز ايه بقى؟ ان جيت التايب اوف السوليوشن اتش فيجر. ما خلاص حددني، خلصت بس كده. بس كده طبعا خلاص. لان طبعا هو بيقول لك ايه دوت، طبعا لازم تقول ان ده سترونج الكتروليتيك سوليوشن. لما بيحصل له ديزولفنج في الووتر بيكون كومبليتلي ايونايزد، وبالتالي بيكون دي بقى ايه سترونج ايه بقى انتنستي. يبقى بلي هاي انتنستي اوف لايت، يبقى الانتنستي اوف اللايت بتكون مالها هنا عاليه قوي. صح ولا مش صح؟ كامل مظبوط الكلام؟ مظبوط الكلام. يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك هنا study illustrated process in the following figures in answer. يلا عندك sugar في water، عندك هنا excess sugar، عندك filtration funnel. حلو الكلام، حلو الكلام. هنا احنا بنحط السكر في ميه وبنعمل ستيرنج، بنقلب فهيديزولف. بعد ما قلبت بقى اتحول لسوبر ساتيوريتد سوليوشن، وفي جزء حصل له بريسيبيتيت. عملت فلتريشن عشان اشيل الجزء الايه اللي هو ما حصلوش ديزولفنج، ونزلت هنا ساتوريتد سوليوشن. ده بقى ساتوريتد سوليوشن. خلاص، هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لي بقى واحده واحده كده، وات از ذا تايب اوف الفورمنت سوليوشن ان البيكر الستريتد ان الفيجر 3؟ هقول له ساتوريتد سوليوشن. ما احنا قلنا ليه بقى ساتوريتد سوليوشن؟ ليه؟ عشان يا مستر في الفيجر نمبر 2 هو كان سوبر ساتوريتد، وانا عملت فلتريشن فانا شلت كل الانديزولفد ايه؟ الانديزولفد سولت او الانديزولفد شوجر، وبالتالي اللي نزل كله مين؟ السوليوشن. فالسوليوشن ده نازل ماله؟ ساتوريتد. فهمتني؟ خلاص؟ تمام؟ واضح كده؟ يبقى ده عباره عن ايه؟ اقول له عشان ده يا مستر عباره عن ساتوريتد سوليوشن، لان الزياده او الانكريزنج في الاماونت اوف السوليوت عملنا لها ايه؟ عملنا لها سيباريشن فصل باي الفلتريشن. يبقى سيباريشن باي الفلتريشن، يبقى انا اتخلصت من الزياده بالفلتريشن. حلو قوي. اللي بعده بيقول لك ايه؟ What is the expected to happen when the solution in the beaker illustrated in figure 2 is heated? Increasing amount of او الاكسس amount of sugar will dissolve او disappear، تختفي. What is the type of الفورمنت solution؟ Super saturated. يبقى لما احنا سخنا اتحول لايه؟ Super saturated solution يا مستر. برافو عليك يا بوشكاش. يلا اللي بعده. بيقول لك how can you differentiate between the saturated solution and the super saturated solution
of the same substance. ها حط انت ازاي تفرق ما بين saturated و super saturated؟ ها هتعمل ايه؟ هتقول لي يا مستر اولا لو احنا جبنا، والله اول حاجه انا اقدر اقول يا مستر باي الكولينج، باي ايه؟ باي الكولينج. ايه اللي يحصل بالكولينج؟ الساتوريتد سوليوشن نو تشينج اوكير. حصل سوبر ساتوريتد، يحصل ايه بقى؟ يحصل بي بي تي از فورمد. او لو انا عملت الكريستاليزيشن، لو عملنا الكريستاليزيشن يعني باي الكريستاليزيشن يا مستر، هنا مفيش تشينج، هنا يحصل تشينج. باي الكولينج هنا مفيش تشينج، في الساتوريتد سوليوشن في السوبر ساتوريتد يحصل له ايه؟ يحصل بريسيبيتيت للاكسس اماونت اوف السوليد. خلاص طيب يلا نشوف يا دكتور سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر بيقول لك ايه؟ بيقول لك 30 جرام من الصوديوم بروميد ار ديزولفد ان 100 جرام من الووتر ات التمبريتشر كاسل. خلاص طيب يبقى انا عندي 30 جرام من الصوديوم بروميد في 100 جرام من الميه، يعني هو بيكلمني على سوليوبيليتي. حصل قول لي حصل، حلو قوي. يبقى انا عندي سوليوبيليتي يا معلم 30 جرام بير 100 جرام اوف الاتش 2 بتاعه الصوديوم بروميد. طيب سو ان اكوا سوليوشن اوف الصوديوم بروميد از فورمد، ذيس ترايل از ريبيتد ان 100 جرام اوف الكيروسين. يعني عدناها في ايه؟ في 100 جرام من الكيروسين، جبنا 30 جرام في 100 جرام من الكيروسين. Can the particle of sodium bromide in the aqueous solution be distinguished by naked eye? Explain. طيب sodium bromide عباره عن NaBr، ده ionic compound، لما يجي ديزولف في الميه هيكون solution. حصل تمام. يبقى دلوقتي هل السوليوشن تقدر تميزه بالنيكد اي؟ الاجابه لا، نو. ليه؟ اقول له يا مستر عشان الكومبوننت اوف السوليوشن مالها بقى؟ كان نوت بي ديستينجويشد باي ايه؟ باي الميكروسكوب او النيكد اي. خلاص سواء مايكروسكوب او نيكد اي الاثنين مالهم مش هتقدر تميز بيه. طيب اللي بعده بيقول لك what is the difference ما بين ال type of the mixture of sodium bromide with the water and the mixture with the kerosene. حلو قوي. regarding to the homogeneity. طيب الهوموجينيتي يا مستر معناها ان الصوديوم بروميد مع الووتر بيكون هوموجينس، انما الصوديوم بروميد مع الكيروسين بيكون هيتروجينس. خلاص يبقى الهيتروجينس اللي هو الهيتروجينس ايه؟ ميكشر. فهمنا اللعبه؟ يبقى ده واحد هيكون سسبنشن من النوع الهيتروجينس ميكشر، والتاني هيكون الهوموجينس ميكشر، هيكون ايه؟ هيكون سوليوشن. بس كده يا معلم، هو ده الكلام، هو ده الكلام. يلا يا مستر اللي بعده. يلا يا دكتور بيقول لك ايه؟ الاوبوزيت فيجر الستريت تو ديفرنت ميكستشرز اوف البولر سبستانس اند ان اورجانيك كومباوند. خلاص في واحد بولر في واحد اورجانيك. ويتش اوف ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت ا ميكستشر اوف الووتر اند الايثانول؟ اكسبلين. الميه والايثانول، هو الايثانول ده الكحول صح بيديزولف على فكره في الووتر عشان عنده ايه؟ هيدروكسيل جروب. عشان عنده ايه مستر؟ هيدروكسيل ايه جروب، تمام. وبالتالي بيكون مع الووتر هيدروجين بوند. يعني ايه؟ يعني فاكر المثال بتاع الشوجر؟ طب ما هو الشوجر ده يا معلم اصلا عباره عن اورجانيك كومباوند، والالكحول اورجانيك كومباوند، يعني الاثنين زي بعض. بس ليه دول بيدوبوا في الميه؟ عشان دول عندهم او اتش جروب. الاو اتش جروب مع الووتر موليكولز بتكون ايه بقى يا مستر؟ بتكون حاجه اسمها هيدروجين بوند. فهمتني؟ خلاص. فهو بيقول لك بقى انهي فيجر من دول ميه في ايثانول لازم يبقى سوليوشن. بص هنا ده كده حاجه لاير، ودي لاير تحت، دول تو لاير، دي لاير واحده. اذا فيجر 2 ده سوليوشن، امال ده سسبنشن. فهمتني؟ خلاص. طيب بيقول لي اكسبلين، هقول له والله عشان الالكحول دوت او الايثانول بيديزولف ان الووتر او بيبايند وذ الووتر موليكولز باي الهيدروجين بوند. دي كده الاجابه. طب البلوك بلو كبر تو سلفيت salt is added to the heterogeneous mixture. يبقى احنا ضفنا الهيتروجينيوس ايه؟ ميكستشر. فين الهيتروجينيوس ميكستشر؟ هنا اهو. So in the lower part becomes blue unlike the upper part as shown in the figure 1. Explain the reasons for that. طيب اولا انا ضفت blue copper substance صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. لما انت ضفتها دي مش ايونيك كومباوند، ده ايونيك. طب انا ضفتها لهيتروجينس ميكتشر، الاثنين دول هيتروجينس. حصل. طيب لما هي بقى ايه؟ هي ديزولف في مين؟ هي ديزولف في الووتر، ده ايونيك، يحصل له ديزولفنج فين؟ في الجزء بتاع الميه، انما ما يحصلوش ديزولفنج في اللي فوق. خلاص كده.
فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اكسبلين الريزون اللي حصل ده، اللي هو ايه؟ ليه الفيجر 1 بالشكل ده؟ اقول له والله الكبر تو سلفيت ده ايونيك كومباوند ولا مش ايونيك كومباوند؟ ايونيك كومباوند. يبقى ده يديزولف في البولار سولفنت. هيديزولف هنا يا مستر بولار سولفنت. تمام، زي مين البولار سولفنت؟ زي الميه، زي الاتش 2 او، واحنا شايفين اللون ده زي ده. يبقى ده وده ميه. خلاص كده؟ بس مش هيديزولف في مين؟ في الايسايل الكحول. يبقى مش هيدوب فين يا مستر؟ في الايسايل ايه؟ الايسايل الكحول، اللي هو طبعا كان قال لي عندك واحده فيها ميه وواحده ايسايل الكحول. خلاص كده؟ اللي هو الميكس مع بعضه يعني. طيب تعال نشوف يلا 36 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاوبوزيت فيجر بيريبريزنت التشينج في السوليوبيليتي اوف 3 سبستانسز A و B و C as a result of the change in the temperature. تعال نبص على ادي الـ A والـ B والـ C. حلو قوي. Which of this substance is its solubility increases significantly with increasing the temperature. زاد مرة واحدة. بص زاد مرة واحدة، زاد مرة واحدة. أقرب حاجة للواي أكسس، مين أقرب في دول من الواي أكسس؟ هل ده ولا ده؟ هتقول لي البي، يبقى البي هو اللي بيزيد significantly. يعني يا مستر بيزيد مرة واحدة. طيب at which temperature doesn't the solubility of the substance A becomes the highest؟ فين الـ A دي؟ عند انهي تمبريتشر؟ بص اعلى حاجه للسوليبيليتي عنده اهو، ادي 90 جرام في 100 جرام من الميه. خلاص دي عندي تمبريتشر كام؟ زيرو. يبقى ات الزيرو تمبريتشر. طيب تعال نشوف اللي بعده. يلا يا مستر. وات از ذا ماس اوف السبستانس سي ويتش از ريكوايرد تو فورم ا ساتوريتد سوليوشن وين ات ديزولف ان 100 جرام من الووتر ات 70. حلو قوي. مش هو عايز ايه؟ عايز الماس بتاع مين؟ ها؟ بتاع السبستانس سي. عينيا، عند درجه حراره كام؟ 70. اطلع لي يا معلم من ال 70 لحد السي، تروح تلاقي الماس بتاعتك كام يا معلم؟ ها؟ هتقول لي يا مستر هنا الماس 30 جرام، يبقى 30 جرام. هو ده الكلام. اسئله تحس السؤال ضخم وشكله ايه ده؟ كل ده سؤال بس اجابته هبله جدا. يلا اللي بعده. بيقول لك الاوبوزيت جراف بيريبريزنت السوليبيليتي كيرف of the two salts ال B and ال Q in the water. Which of the two salts is more soluble in the water عند ال 20 degrees Celsius. حلوة قوي. عايز اعرف مين في دول more soluble عند ال 20. بص 20 اهو. صح. مين اقرب يا دكتور؟ ها؟ مين اقرب عندك لل X؟ هل ال Q ولا ال P؟ ها؟ هتقول لي يا مستر ال Q طبعا هي الاقرب. بص ال B راحة فين؟ ال B اهو، دي ال B راحة في داهية اهي. بص ال Q قريبة قوي. يبقى ترد هنا تقول لي مين؟ تقول لي ال Q اهو، يبقى ال Q salt. Which of the two salts its solubility in the water increases significantly on raising the temperature above 20. ها مين زادت مره واحده فوق ال 20؟ يعني يا مستر مش هنا عند ال 20؟ مين في دول بقى الزياده بتاعته significantly، يعني زادت مره واحده؟ ها هتقول لي ايه يا مستر؟ هو دلوقتي بيقول لك انهي سولت في دول، هل البي ولا الكيو بعد ال 20؟ بص ده الزياده بتاعته قبل ال 20، خد بالك كل الجزء ده بتاع ده قبل ال 20، بعد ال 20 من اول هنا. بص دي زادت ازاي؟ حته صغيره قوي. بص بقى المعلم ده هوب، فاهم حاجه؟ يبقى مين يا مستر؟ هتقول لي مين بقى؟ يبقى البي. طب يلا منشن وان اذر فاكتور اذر ذان التمبريتشر ذات كان انكريز السوليبيليتي اوف التو سولت ان الووتر. الستيرنج، يعني قلب تعمل ستيرنج خلاص يخلي لك السوليبيليتي مالها بتزيد. فهمت اللعبه؟ خلاص. طيب يبقى لو انا عملت ستيرنج هخلي السوليبيليتي تزيد، لو انا عملت جريندنج او خليت السولت باودر. يعني ايه باودر؟ يعني من الاخر زودت السيرفيس اريا، عليت السيرفيس اريا. يبقى انت كده ظبطت الايه؟ ظبطت السوليبيليتي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب يلا نشوف اللي بعده. يلا يا مستر. بيقول لك الفولوينج فور فيجرز بيريبريزنت الارينجمنت اوف البارتيكل ويتش فورم فور ديفرنت سبستانس. حلو الكلام، حلو الكلام. تعال نبص هنا. واحد اتنين ده شكله كومباوند او ده موليكيول، يعني كومباوند موليكيول. خلاص هنا ده حاجه زي الووتر موليكيول مثلا، ده كده موليكيول ومعاه حاجه مختلفه. اذا اتنين دول مختلفين، ده ميكس، دول كده ميكس، دي كده حاجه من نفس النوع، دي برضو من نفس النوع بس كلها ايه؟ حاجه شبه بعضها. اذا دي تعتبر اتومز كده او element، يعني دي حاجه واحده مش مختلفه. ده عباره عن ايه؟ ده شكلها كده زي ووتر موليكيولز ومعاها ايه؟ معاها حاجه تانية، ممكن ده يكون نوع سوليوشن. طيب هو بيقول ايه؟ which of the following choice be represent the substance correctly. طيب ابص على لقيت كومباوند كومباوند element كومباوند element كومباوند كومباوند ميكستشر. خلاص يبقى رقم واحد يا مستر
مين في دول انا شايف ان هو ميكس؟ اكتر حاجه انا متاكد ان هي ميكس الاس. فين الاس ده؟ اذا ميكسشر ميكسشر، ده انا متاكد ان هو ميكس خلاص. لذلك يبقى ده كده مستبعد، ده مستبعد، يبقى احنا استبعدنا اجابتين. واحده واحده بقى، امسك لي الار ماله، هل الار ده اليمنت ولا كومباوند؟ لا هو كومباوند يا معلم مش اليمنت، يبقى دي غلط، يبقى هي دي الرايت تشويس. فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ نتاكد ادي الار كومباوند، كومباوند فعلا، ما هما تو ديفرنت اليمنت، وانا قلت لك التو ديفرنت اليمنت كومباوند على طول. وده ميكس ده ميكس، ده اليمنت ده اليمنت، ده ميكشر ده ميكشر، فعلا خلاص الكلام زي الفل، اموري زي الفل ما فيهاش مشكله. فهمتني؟ خلاص يلا نشوف اللي بعده. يلا يا دكتور. What is the type of mixture which is composed of water؟ انا عايز اعرف نوع الايه؟ الميكس هيتكون من ميه وسلت وطيبل صولت. ده heterogeneous mixture. اشمعنى؟ حبيب قلبي. هات الميه حط السولت، عملت سوليوشن، حصل حصل، حط لي سلت، ايه سلت؟ الطمي، الطينه، الطينه تفضل متشافه، يبقى كلهم على بعضهم، مالهم اقدر اميزهم بالنكد؟ يبقى heterogeneous mixture. وصلت؟ وصلت. فين هيتروجينس؟ ها هيتروجينس يا دكتور هيكون ايه؟ نمبر بي، يبقى هي نمبر بي الرايت ايت شويس. يلا اللي بعده. يلا يا مستر. بيقول لي الايه بقى؟ بيقول لي الايثانول ماله؟ بيقول لك از ميسيبل ويز الووتر. يعني ايه يا مستر ميسيبل؟ يعني مخلوط بالميه. الايثانول از ميسيبل مع الووتر، وايل الهيكسين خلاص ده ليكويد ويز اللو دينستي از immiscible with either ethanol or water. يعني مش immiscible يعني غير ممزوج، لا هيمزج، غير ممزوج، غير مخلوط، مش هيتخلط بمين؟ لا بالإيثانول ولا بالماء. طيب which of the following represent the appearance of mixture formed through shaking equal amount of the three previous liquid together. يعني ايه؟ تعالى نخلطهم كلهم مع بعض. مين هم؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة هتجيب لي الايثانول ده ميسيبل مع الميه، الاثنين مع بعض عملوا ميكس، حصل حصل. بعد كده هنضيف الهيكسين لو دينستي، اذا الهيكسين يكون فوق يا معلم، فوق او فوق يا مستر، والاثنين اللي تحت مالهم ميكس مع بعضيهم يا مستر. خلصانه؟ خلصانه يا مستر. انهي رسمه في دول بقى يا حبيبي؟ هتقول لي الهيكسين فوق اكيد كميته اقل من الميكس بتوع الاثنين دول، صح ولا مش صح؟ خلاص. لذلك بص، هل كل ده هيكسين وده الميكس؟ بص بيقول لي ايه بقى؟ ده ودوت تمام كده ضفناهم. which of these represent the appearance of mixture formed through shaking equal amount. هي دي اللعبه. يعني يعني الاجابه دي تنفع؟ تنفع. ودي تنفع؟ ما هو حاجه فوق اهي والميه تحت، حاجه فوق والميه تحت. الشكل ده غلط خالص والشكل ده غلط خالص، الاثنين دول مستبعدين. فالاجابه يا ده يا ده، بس انا اعرف مين الاجابه الصح اهو. بص ده وده وده كده، انا قسمت دول كده ثلاثه، يبقى قد بعض. دي قد دي قد دي، ايكوال اماونت يا معلم. يبقى فين الرايت تشويز؟ هي دي يا مستر. ليه دي غلط؟ عشان ده كده الهيكسين اعلى بكتير جدا من الميه والايثانول، ودي طبعا غلط عشان الجزئيه دي. فهمتني؟ سؤال اهبل جدا. اللي بعده. Which of the following diagrams expresses the solution produced from dissolving the sugar in the mine؟ صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. انا يا ابني لما بجيب شويه سكر ادوبهم في ميه، السكر بيطلع لك فوق كده حلو اهو، ما ده شوجر بارتيكلز ودي الووتر، انا ما بجيبش حاجه من عندي. بيبقى فوق كده اكيد ده عك. طب بيترسب تحتهم دي كده، بقول لك بص بص بص، انت بتعمل ايه؟ سوليوشن داب اختفى، يبقى كده برضو لا. فهمتني؟ طيب بيكون متوزع كده يا مستر في الموليكولز بتاعت الميه؟ طبعا متوزع. طب هل بيكون السكر اكتر من الووتر موليكولز؟ يعني السكر هو السولفنت يا حلاوه. ما هو بص 1 2 3 4 5 6. طب بص بقى الشوجر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لا 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 ده عك ده، انا عايز ايه؟ انا عايز الميه سولفنت والشوجر سوليوت، يبقى 1 2 3 4 5 6 حلو، والباقي ميه مظبوط، يبقى هي دي الرايت تشويس. فهمتني؟ اكيد فهمتني طبعا. يلا اللي بعده. ال given graph represents the solubility curve of both potassium nitrate and potassium chloride in water. خلاص؟ حلو الكلام، حلو الكلام. Which of the following explains these two solubilities curve؟ تعال نبص. أولا ده بيزيد significantly by increasing the temperature. بص الحلو ده من أول 20 لحد تقريبا قبل 60 طار. solubility طارت. ده بيزيد بس سلولي، يعني بيزيد، يعني اقعد علي درجه الحراره بيزيد السوليوبيليتي، بس حاجه ضعيفه قوي. فهو بيقول لي ايه بقى؟ هل السوليوبيليتيز بتوع التو سولتس ار ايكوال؟ غلط يا راجل. ده بص ده واحد بيزيد قوي بزياده التمبريتشر والتاني ماشي على حاله، ماشي على قده يعني، مظبوط ولا مش مظبوط؟ تقول لي مظبوط. طب هل السوليوبيليتي بتاعت البوتاسيوم برمنجانيت اولويز هاير ذان ذات اوف الكي سي ال؟ هو بيقول لي ده دايما اعلى من الكي سي ال. غلط. ليه؟ لان بدايه البوتاسيوم نيتريت كانت اقل من السوليوبيليتي بتاعت مين؟ بتاعت الكي سي ال. يبقى مش دايما. امال من امتى؟ من بعد ال 20 يعني من بعد ال 20 ديجري سيليزيوس. بص شيل الحته دي خالص،
دي شيلها كده كأنك مش شايفها. اه يبقى الجزء ده والجزء ده اه فعلا ده دايما اعلى من ده. انما يا مستر بص هو بيقول لي دايما دايما دي غلط. ليه غلط؟ لان هو حلو. بص ده كام؟ تحت ال 20، ده فوق ال 20، يبقى دي كمان غلط. طب هل السوليوبيلتي بتاع الكي سي ال بتزيد سيجنفيكنتلي باي انكريزنج التمبريتشر؟ بص الكي سي ال بتزيد سيجنفيكنتلي؟ لا طبعا. طب هل السوليوبيلتي ده از ات ذا هايست عند ال 56؟ فين 56؟ 56 اه هنا اهو كده هايست. اه فعلا هي دي كده ال 56 دي اعلى حاجه فعلا واعلى سوليوبيلتي، هو ده اللي يقصده. بس انت بس تشد ستريت لاين بالمسطره هتلاقي الامور مكتمله. خلاص يبقى هي دي فعلا الرايت تشويس عشان احنا سبقنا الباقي. ايفن السوليوبيلتي اوف الكومباوند اكس ان الووتر بكذا. يعني ايه سوليوبيلتي في الميه عند ال 20 بكذا؟ ايه ده؟ ايه الكذا ده يا مستر؟ 125 جرام بير 1 لتر. طب هي السوليوبيلتي ايه يا مستر؟ السوليوبيلتي 100 جرام خلاص لكل ايه؟ لكل لي 100 اسف قد ايه جرام في ال 100 مللي في ال 100 ايه؟ في ال 100 مللي. هي دي السوليوبيلتي. خلاص هو بيقول لك الستريت وذ الكيميكال كالكوليشن التايب اوف السوليوشن فورمد فروم ديزولفينج 6 جرام من الكومباوند اكس ان 50 مللي لتر اوف الووتر ات سيم تمبريتشر. طيب عشان نحسب ديت، عشان نحسب دي هنعمل ايه؟ اول حاجه خالص يا دكتور عايزين نعرف، عايزين نعرف ايه يا مستر؟ انت دلوقتي ال 125 دول موجودين في قد ايه في 1 لتر؟ يبقى انا اقول كده 125 موجودين في قد ايه 1 لتر. طب 1 لتر انا بشتغل بالايه؟ بالملي، يبقى 1000 لتر. خلاص يبقى دول الجرام موجودين في قد ايه؟ في ملي لتر. خلاص اللي هم كده كده اكنهم بالظبط موجودين في قد ايه جرام. ما احنا كده كده قلنا الووتر الجرام قد الملي لتر، فالاثنين زي بعض، يبقى ده في 1000 جرام اللي هو ال 1 لتر اللي قال لك عليه. حلو حلو. طب هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي الستريت وذ الكيميكال كالكوليشن نوع السوليوشن اللي هيتكون لما اعمل ديزولف ال 6 جرام من الكومباوند في 50 ملي ايه؟ من الميه. طب ما هو دي الميه ودي ايه؟ الماس بتاعت السوليوت. خلاص خلاص يبقى ال 50 دول بقى المفروض يحتاجوا ماس قد ايه؟ اعمل لي كده كروس مالتي بلاي. يبقى يا مستر الكروس مالتي بلاي ايكوال 50 تايمز 125 اوفر ال 1000 طلع بكام؟ يطلع 6.25 جرام. طب هل ده زي ده؟ لا. لذلك هل ده يكون ساتيوريتد سوليوشن؟ هتقول لي لا يا مستر. اذا ده يعتبر ايه؟ ان ساتيوريتد سوليوشن. طب الطريقه الثانيه يا مستر، الطريقه الثانيه كالاتي، ايه هي؟ بص بقى، مش انا بقول لك انا عندي السولوبيليتي العاديه قد ايه جرام هيديزولف في 100 جرام من الميه. طيب انا دلوقتي دول ده دول يا مستر 1000، ال 1000 دول بقى محتاجين قد ايه؟ بس خد بالك ايه؟ انا عايز اجيب قد ايه في ال 100؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني مش انا بقول لك ان كل 1000 بيدوب فيهم 125؟ اه. يبقى ال 100 جرام دول يدوبوا قد ايه ماس؟ يبقى دي الاكس. تعمل لي كروس مالتي بلاي، يبقى الاكس بتساوي 125 تايمز ال 100 اوفر 1000 يا مستر، هيطلع ب 12.5 جرام. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هقول كده كل 100 بيحتاجوا 12.5. صح صح 100 من الميه. هو بيسالني على ايه؟ على ال 50 مللي. يبقى ال 50 مللي من الميه يحتاج قد ايه؟ كروس مالتي بلاي يطلع لك الاكس ب 6.25. وصلت؟ هي هي بالظبط لو انت عملتها بالطريقه اللي انا كنت هبتدي حل بيها، لان هي فيها اكتر من طريقه للحل. الاقرب ليك واللي انت شايفها اسهل حل بيها، ربنا يوفقكم. شكرا، سلام عليكم.